إلى جانب آخر مأساوي في أزمة السودان، وهو أزمة النازحين. الآلاف من النازحين السودانيين فروا من مناطق الحرب في السودان إلى إثيوبيا، وتحديدا إقليم أمهرة الذي يشهد هو الآخر حربا أهلية على غرار حرب التيغراي، حيث يحاذي إقليم أمهرة غابات الدندر السودانية من الشمال وإقليم بني شنغول من الغرب الذي يقع فيه سد النهضة، والذي يواجه تهديدات أمنية مرتبطة بعدم رضا القوميات التي تعيش بالقرب من السد عن آثاره البيئية والأمنية. اللاجئين في إقليم أمهرة بيعانوا من سوء الأوضاع هنا حاليا، دي المطر صابوا معانا أطفال ومعانا نساوين حمل، فنحن دارين من أي جهة رسمية بتقدر تتدخل عشان تقدر تنقذنا من الموقف الإنساني ده. هم في حاجات يقول لها يا أخي منظمة، في حاجة يقول لها إنسانية، إنسانية يا جماعة، إنسانية ما في؟ ها؟ يا جماعة 200 يا جماعة، قبلنا يوم واحد هنا كلنا نمرض، يا أخي جينا، قلنا يا أخي بائس، وسوق الليل سنة كامل ما لقينا ولا حاجة. ركنا جينا هنا كنا في الغابة، جينا من الغابة ليل وليلة، 14 يوم ما عمل، لا أكل بيشرب. هذا نحن السودانيين اللاجئون في الغابة، ومعنا الأسر بكمية هائلة. السبب ما دخلنا في هذا الدولة، ما لقينا أي أمني، السنة المدى كاملين عطفان السيول بكمية عالية، وعشان ممكن نبقوا أرواح كثيرة لأنه نحن في الغابة، والغابة عبارة كلها مجاري. وللحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين. أهلا وسهلا بك سيد محمد معنا في 19. لو تعطينا إحاطة عن الأوضاع الفعلية التي يعيشها النازحون شمال إثيوبيا، وما الذي يتعرضون إليه بالتحديد؟ كانوا بكل أسف شديد نتابع المسار السياسي الذي يعني اختارت له بعض القوى السياسية أديس أبابا عاصمة بديلة لإدارة شؤونها، وكأن شيئا لا يحدث في هذه الدولة الجارة. ما يحدث بالنسبة للاجئين هو أنهم يعيشون الآن في العراء لأيام طويلة، يتنقلون من موقع إلى آخر نتيجة للأوضاع الأمنية السيئة في إقليم أمهرة في شمال إثيوبيا. هذا الإقليم الذي يعني يواجه في هذه الأيام مواجهات شرسة مع القوات النظامية التابعة لأبي أحمد وبعض القوات المتحالفة معه من القومية التي ينتمي لها، وهي قومية الأرومو. قوات الأرومو والجيش الأثيوبي تواجه قوات فانو، وهي قوات تنتسب إلى هذا الإقليم. وبسبب هذه المواجهات وهذه الاشتباكات، هناك ادعاءات الآن واتهامات للحكومة الأثيوبية بأنها ترتكب أعمال إبادة جماعية لهذه العرقية في إثيوبيا، كما ارتكبت أعمال إبادة جماعية لعرقية التيغراي في شمال البلاد أيضا. بسبب هذا الحال، فإن اللاجئين السودانيين الذين اختاروا الفرار بأنفسهم إلى مناطق آمنة كانوا يظنون أنها آمنة، وهي منطقة غابات أولالا في شمال إقليم. في هذه النقطة لو سمحت لي سيد محمد، هم الآن يعيشون بين فكي كماشة. طيب سيد محمد، هم خرجوا من المخيمات نحو هذه الغابات، ما الذي دفعهم للخروج من المخيمات؟ ما بطبيعة الحال في الغابات ليس هناك أوضاع أمنية مستقرة. نعم، الأوضاع الإنسانية الصعبة أيضا في داخل السودان هي التي دفعتهم إلى اختيار النزوح والذهاب إلى مدن مجاورة في هذه الأقاليم المحاذية للمناطق الشرقية أو الجنوبية الشرقية للسودان. هناك مدن مثل بحر دار في إقليم أمهرة كانت يعني تعيش حالة من الاستقرار لبعض الوقت، لكن الظروف يعني الأمنية غير صالحة، هناك مواجهات طاحنة لا تظهر في الإعلام بالمناسبة. بكل أسف شديد
التحديد، وهذه رسالة توجه إلى من اختاروا الذهاب والبحث عن الديمقراطية والبحث وتمثيل السودانيين في أديس أبابا، والادعاء بأنهم بأن هذه الدولة هي ترعى نوعا من أنواع المباحثات أو على مسافة واحدة من الجميع. كل ما يتم الحديث فيه في هذا الإطار فهو غير صحيح بكل أسف شديد. كل المسار السياسي الذي يحاول أو تحاول المجموعة التي اختارت أن تتوجه إلى أديس أبابا لأن ترسل رسالة إلى سيد محمد بأنها تحاول أن تصيغ المشهد من جديد من هناك، هي محاولات ستبوء بالفشل الشديد والذريع، لأنها معروفة المسار ومعروفة إلى من تقف، وبكل أسف شديد الجميع يعرف طيب أن ولكن سيد محمد يعني إلى جانب الدعم السريع. طيب ماذا عن المنظمات الأممية بالنسبة للحكومة الإثيوبية؟ ماذا عن الجهات المسؤولة؟ المانحين، الصليب الأحمر، يعني هم أكيد يمتلكون معلومات عن وضع النازحين، كيف لا ترصد حقائق مماثلة؟ أنا أؤكد لك بأنهم باتوا يمتلكون معلومات، لأننا وعلى مدار الأيام الماضية ومع مجموعة كبيرة من النشطاء أو الصحفيين نقوم بلفت الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، نقوم بإرسال الرسائل المباشرة والاتصالات المباشرة إلى ممثلي ومندوبي هذه المنظمات سواء في السودان أو في إثيوبيا أيضا، ولكنهم يصمون الأذان، لا يتحركون، لا يصدرون أي بيانات، فقط يتفاعلون مع البيانات أشكرك. التي يعني تصدرها أو يصدرها أصدقائهم المتواجدون في أديس أبابا من المنتمين أو المحسوبين على تنسيقية التقدم. هذا أمر مؤسف جدا، وصوت لهم يوجه إلى هذه المنظمات، لا سيما منظمة اللاجئين التي لا بد أن تلتفت إلى هذه الأوضاع المأساوية. هناك الآلاف الذين دخلوا في حالة إضراب عن الطعام حتى يحافظوا على ما تبقى من الطعام لأطفالهم بالمناسبة. هناك كارثة إنسانية أشكرك. لا بد أن تلفت لها الأنظار بقوة، وإلا فسنواجه كارثة إنسانية مؤلمة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين.